بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مادة الإجراءات الجزائية، والتي يدور الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن تحريك الدعوى الجزائية وأسباب انقضائها. أول شيء عندنا في محاضرة اليوم هو التعريف بتحريك الدعوى الجزائية. تحريك الدعوى الجزائية ده عبارة عن إجراء من إجراءات الدعوة الجزائية، أو يمكن القول بأنه أول إجراء من إجراءات الدعوة الجزائية، والإجراء ده هو اللي بينقل الدعوة من مرحلة السكون إلى مرحلة الحركة، إلى مرحلة الحركة، لأنه بيترتب على هذا الإجراء هو أن تدخل الدعوة في حيازة أو في حوزة السلطة المختصة بتحريكها. يبقى تحريك الدعوة الجزائية هو عبارة عن إجراء قانوني من خلاله تتحرك الدعوة من مرحلة السكون التي عليها إلى المرحلة التي يدخل بها في نطاق السلطة المختصة بتحريكها، أو تنتقل من مرحلة السكون إلى مرحلة التحقيق أو أولى مراحل التحقيق. بعد ذلك ننتقل إلى طرق تحريك الدعوة. تحريك الدعوة الجزائية إما أن يكون عن طريق النيابة العامة، وإما أن يكون عن طريق محاكم الجلسات. لكن الدعوة الجزائية هناك نوعان منها. هناك دعوة جزائية عامة، وهي التي تحرك بواسطة النيابة العامة أو المحكمة، وهناك دعوى جزائية خاصة الذي يحركها هو المجني عليه أو ورثته أو من ينوب عن المجني عليه. أول نوع من أنواع الدعوى الجزائية اللي هي الدعوى الجزائية العامة، والدعوى الجزائية العامة هي تلك الدعوى التي يكون موضوعها جرائم تتعلق بالاعتداء أو وقعت اعتداء على الحق العام، وهذه الجرائم بتتمثل أو هذه الدعاوى بتتمثل في الدعاوى التي تنشأ من الجرائم التي وقعت على حق الدولة أو وقعت على حق المجتمع. زي إيه الدعاوى اللي بتنشأ عن هذه الجرائم، أو زي إيه الجرائم اللي بتنشأ عنها دعوى جزائية عامة؟ زي جرائم الحدود، وزي جرائم الحدود العامة كجريمة الزنا أو جريمة الحرابة أو جرائم التعزير اللي بيكون الاعتداء فيها على حق من حقوق المولى عز وجل. الدعوة الجزائية العامة بتقوم بتحريكها أو تختص بتحريكها كأصل عام النيابة العامة، ويمكن للمحكمة أن تقوم بتحريكها. المحكمة تقوم بتحريك الدعوة الجزائية فيما يخص جرائم الجلسات التي تقع أثناء نظر الجلسات. يبقى النيابة العامة هي المختصة بحسب الأصل ووفقا لما نصت عليه المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية، أن النيابة العامة كهيئة تحقيق وادعاء أو سلطة التحقيق والادعاء هي التي تكون مختصة نظاما بإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرة هذه الدعوة أمام المحكمة المختصة. ولما كانت النيابة العامة هي التي تكون منابة عن المجتمع والتي تمثله في رفع الدعوة الجزائية، لذلك فهي تكون عبارة عن قسم للمتهم، مع العلم أن اتهام الشخص أو أنه ليس من صالحه أن تجمع أدلة الاتهام على شخص بريء، فأهمية براءة أو أهمية إدانة الشخص كأهمية براءته أمام النيابة العامة. ده فيما يختص باختصاص أو فيما يتعلق باختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية. يبقى إذن النيابة العامة هي المختصة بحسب الأصل. أما ما تختص به المحكمة بتحريك الدعوى الجزائية فهو في جرائم الجلسات،
واختصاص محكمة الموضوع بتحريك الدعوى الجزائية هذا يعتبر اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأن المحكمة هي سلطة فصل في الموضوع، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون خصما وحاكما في ذات الوقت. لكن هذا الأمر يبرره، أو هناك ما يبرره، هناك ما يبرره. ما يبرر ذلك بيتمثل في ضمان هيبة المحاكم وضمان مقتضيات الاحترام الذي يجب أن يكون متوفرا أثناء نظر المنازعات. لذلك أعطى المشرع للمحاكم سلطة تحريك الدعوى الجزائية ومحاكمة الشخص عما يقع منه من جرائم تمس أعضاء المحكمة أثناء نظر الجلسة. أثناء نظر الجلسة، ونصت المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها من مهام رئيسها، وفي سبيل ضبطها بيمكن لرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بنظام الجلسة ويؤثر على هدوءها، ويمكن له أن وإذا لم يمتثل الشخص للخروج من الجلسة أمكن لرئيس الجلسة أن يقوم بمعاقبته بالسجن مدة لا تزيد عن 24 ساعة، ويمكن قبل الانتهاء من الجلسة أن يرجع قاضي الجلسة أو رئيس الجلسة عن هذا الحكم. يبقى إذن هذه المادة بتبين لنا أن ضبط الجلسة وإدارتها من اختصاص رئيس الجلسة. أما ما نصت عليه المادة 444 من نفس النظام على فهي التي أعطت للمحاكم السلطة، أو وضحت لنا أن المحاكم مختصة بتحريك الدعاوى الجزائية التي تقع أو التي تنشأ من الجرائم التي تقع اعتداء على أعضاء المحكمة أو الموظفون بها. فنصت على أن المحكمة أن تحاكم كل من يقع منه أثناء انعقاد الجلسة جريمة تشكل اعتداء على هيئة المحكمة أو على أحد الموظفين أو على أحد أعضاء المحكمة، وتحكم عليه وفقا للنصوص القانونية بعد سماع أقوال. أما ما نصت عليه المادة 145 فوضحت لنا أنه إذا وقع أثناء الجلسة جريمة وكانت غير متعلقة، وكانت الجريمة لا تمس هدوء ولا تمس هيبة أعضاء المحكمة، ولم تكن اعتداء على أحد الموظفين أو أحد أعضاء المحكمة والموظفين فيها، فإذا لم ترى المحكمة إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء كان لها أن تحكم على من قام بارتكاب الجريمة وفقا للنصوص القانونية بعد سماع أقوال، ما لم يكن النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى. ففي هذه الحالة بتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا وقعت جريمة أثناء نظر الجلسة وكانت المحكمة التي تنظر الجلسة غير مختصة بالفصل فيها، أو تم اكتشاف الجريمة بعد رفع الجلسة أو بعد انقضاء الجلسة، ففي هذه الحالة يتم نظر هذه الدعوى بعد ففي هذه الحالة يتم نظر الدعوى التي نشأت عن الجريمة التي تم اكتشافها بعد الجلسة أو لم تنظرها المحكمة أثناء الجلسة المنعقدة وفقا لما هو مقرر في القواعد العامة، ولا تملك المحكمة في هذه الحالة الحق في أن تقوم بتحريكها من تلقاء نفسها. ده بالنسبة للدعوى الجزائية العامة. أما بالنسبة للدعوى الجزائية الخاصة فهي تلك الدعوى التي تنصرف إلى أو تنشأ عن الجرائم التي يكون فيها الاعتداء واقعا على حق من حقوق الأفراد، كجريمة القصاص فيما دون النفس أو فيما النفس،
كجريمة القصاص في النفس أو فيما هو دون النفس، وأيضا الجرائم التعذيرية التي يتم الاعتداء فيها على حقوق الأفراد. يبقى إذن في هذه الحالة وعندما تكون هناك جريمة وعقوبة هذه الجريمة القصاص أو عقوبة هذه الجريمة التعزير، وكانت هذه الجريمة بتمس الحق الخاص للأفراد، ففي هذه الحالة المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه بعد وفاته هو الذي يملك تحريك هذه الدعوة. وهذا ما نصت عليه المادة رقم 17، حيث نصت على أن للمجني عليه أو من ينوب عنه أو لمن يرثه أو لوارثه بعد وفاته الحق في أن يقوم برفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي تكون متعلقة بحق خاص ومباشرة هذه الدعوة أمام المحكمة المختصة. وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية التي تكون متعلقة بحق من الحقوق الخاصة للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عن المجني عليه أو وارثه بعد وفاته. ولكن يمكن للنيابة العامة متى رأت أن لذلك داعي أن تقوم بتحريك الدعوى من تلقاء نفسها. نستخلص مما ذكرناه أن تحريك الدعوى الجزائية كأصل عام هو من اختصاص النيابة العامة، ولكن أعطى النظام للمحاكم أن تقوم بتحريك الدعوى الجزائية والفصل في الجرائم في جرائم الجلسات التي تقع أثناء نظر النزاع وأثناء نظر الجلسات. وأيضا بالنسبة للدعاوى الجزائية الخاصة أو التي تتعلق بحق من حقوق الأفراد الخاصة، فإن الحق في تحريكها كأصل عام يكون للمجني عليه ما لم ترى النيابة العامة خلاف ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة. نصت على أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، فذكرت أن الدعوى الجزائية العامة بتنقضي بصدور حكم نهائي في الدعوة. والحكم النهائي هو ذلك الحكم الذي يكون غير قابلاً لأي وجه من أوجه الطعن فيه. أيضاً من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية عفو ولي الأمر، عفو ولي الأمر عن الدعوى الجزائية يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية. أيضاً ما تكون فيه التوبة بضوابط شرعية مسقطة للعقوبة. وإذا كانت التوبة مسقطة للعقوبة وأدت إلى انقضاء الدعوى الجزائية، وكانت هذه الدعوة أو كان هذا الاعتداء متعلقاً أو هناك اعتداء على حق خاص بالنسبة للأفراد، فإن الدعوة المدنية لا تنقض. أيضاً من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وفاة المتهم. أما الدعوى الجزائية الخاصة فنصت على أسباب انقضائها المادة رقم 23، وهناك حالتين تنقضي بهم الدعوى الجزائية. الحالة الأولى وهي صدور حكم نهائي في الدعوة وعفو المجني عليه أو وارثه. عن الدعوة. وعفو المجني عليه عن الدعوة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق إلى عام. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.